ده انطباع انا بقوله. يعني البعد السياسي اللي انا وصلني من قصه بيت من لحم، مسألة التواطؤ والسكوت الجماعي على اقتحام الرجل الأعمى ده لهم وتواطؤ الأم، حتى الأم بدأت إيه تستكين للمسألة، والمسألة خدت العادة وبتاع عادة السكوت يعني والتواطؤ على المسألة ده. البعد ده مفتقد تماما. مسألة الخاتم كمان، الأم فهمت إن البنت لبست الخاتم من جوزها الضرير. هنا فوجئت ان المساله شافتها بقت فتحت الباب فدخلت اللي هي اول واحده تجرأت على المساله دي، اعتقد اتفهمت من ايه؟ من الزوج نفسه، يقول لها الخاتم ماله النهارده او يعني مساله انا مش فاكر في القصه بالظبط ايه، لكن انا اعتقد ان المساله تركيب الخبر وصل لهم ازاي من الزوج نفسه، ده برضو عمل طبعا ان هي وصلت عن طريق سؤال الزوج للزوجه. انت كنت ليه ساكته طول النهار وما اتكلمتيش معايا ولا كلمه، وانت النهارده كنت معايا احنا هنا ودلوقتي ما بتتكلميش وكده. هو ده اخر ماشي. ان هي اتعرفت من ناحيتين، الكوبري فتحت الباب في لحظه الفعل وشافت الوسطى وهي نايمه مع الشيخ، فقررت انها تقفل عليها وتسكت، وده برضه فيه تواطؤ، وتسكت وتاخد اختها الصغرى للسوق، مع ان هم ما نسوش يشتروا حاجه، لكن قالت لها يلا نروح السوق مش لازم نخش دلوقتي، قلت لها في ايه؟ لا ما فيش لازم نروح السوق، فبرضه في نوع من التواطؤ اللي خلاهم يسكتوا. لكن انا بقول لك كلمه يعني. شكرا استاذ. اتفضل.